في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمتي 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. خاض الناس فيهم من هؤلاء، بعضهم قال لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام يعني ما كانوا مشركين ثم أسلموا، وقالوا غير ذلك. ثم أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، فقال عليه الصلاة والسلام هم الذين هم الذين لا، طيب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. في حديث هذا في الصحيحين، في خارج الصحيحين قال فاستزدت ربي، طلبت منه الزيادة، فأعطاني مع كل 1000 70,000، فكبر الصحابة يعني قال حتى ظن أن لم يبقى أحد من البوادي إلا وشملته. طب ما يعلمون الأمة ستمتد ويصير فيها إيش الأعداد هذه الهائلة. فهؤلاء بظاهر الحديث هذا بأنهم لا يحاسبون، إذن يستثنون من هذا. ربنا صحيح أنه يحاسب الخلائق، لكن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 70,000 ومع كل 1000 70,000 هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. نعم.